بالتأكيد يعني هو الموقف التركي موقف يعني حتى الآن فضفاض، وهو ربما يصنف ضمن المواقف الأوروبية التي أجلت طرح موقف رئيسي إلى أن ترى الأمور كيف تسير على الأرض. لكن الموقف التركي فيه إشكالية إضافية، أنه ربما هناك حالة من الخوف وحالة من الذعر تنتاب تركيا لأنها أو ترتاب أردوغان تحديدا أن يلقى نفس المصير في إيران. يعني هو يظن طول الوقت في تركيا أن في تركيا، قصدي أن يلقى نفس المصير مصير مما إيران. إيران الآن. هو طول الوقت يعتبر أن بيته محصن وأنه غير قابل للثورة عليه، وأنه يطرح نفسه كإمبراطور جديد، لكنه عندما حدثت هذه المظاهرات في إيران لابد أن يعيد حساباته مرة أخرى، لأن الأسباب تبدو واحدة. يعني لو بحثنا عن أسباب رئيسية لهذا الحراك الذي يبدو مفاجئ في إيران، هو مرتبط بالأساس بأسباب خارجية. يعني وهذه ربما أول مظاهرات تطرح فيها شعارات خارجية التي تقول لا لبنان ولا سوريا ولا أنا لإيران. فبالتالي المواطن الإيراني هنا أدرك أن حجم الإنفاق على المشروعات والطموحات الإقليمية الإيرانية هي التي أدت إلى أوضاعها طيب. الاقتصادية الكارثية. هذا ما يفعله أردوغان الآن، فكرة التوسع خارجيا، فكرة دعم قوة خارجية، فكرة محاولة وصوله إلى البحر الأحمر بالقرب من مصر والسعودية عبر جزيرة سواكن، وبالتالي هذا التوسع الخارجي طيب الذي يفوق سؤال القدرات قد أخير، يؤدي سؤال إلى أخير.